تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور ديت للنجمة غاد عبد الرازق، طبعا ملامح مختلفة تماما، كأنها واحدة تانية، وشكل الأنف والشفايف اتغيروا. فالدستور تواصلت مع الدكتور محمد عبد الحفيظ استشاري جراح التجميل عشان تسأله ايه اللي عملته غادة عبد الرازق، فقال ان هي عملت فيلر شفايف وتجميل انف ورفع الارنبة ونحت الوجه لتحديد عظام الوجه، وقال التفاصيل بتاعت كل هذه العمليات. نمرة 1، الفيلر للشفايف، ده طبعا بيدي الشفايف مظهر شابا ونضرا ويزيد من امتلاءها، وقال إن سعر فيلر الشفايف حوالي 5000 جنيه. أما تجميل الأنف ورفع الأرنبة عشان يبقى فيه تناسق مع بقية أجزاء الوجه وفيها ترميم وتعديل شكل الأنف، فبتختلف حسب الحالة، ويتراوح السعر ما بين 60000 جنيه و50000 جنيه. أما نحت الوجه فاللي هو عبارة عن إزالة الرواسب الدهنية تحت الجلد، ويشمل أيضا إعادة التشكيل الجراحي للعظام والغضاريف، فده حوالي 20000 جنيه. أما حكاية تكساس لتحديد عظام الوجه اللي هي بيقولوا عليها في لاين، فيتم تعرض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه وإخفاء الذقن المدبب. يبلغ سعر تحديد عظام الوجه 10000 جنيه، يعني لو جمعناهم على بعض كل اللي فات حوالي 115000 جنيه. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات وهنشوف عمرها الحقيقي دلوقتي وأسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها وعن زيجتها. أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في 6 مايو 2020 يوم الأربع نبأ زواجها من هيثم زانيتا مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز، وقالت غادة: فعلا خبر جوازي من هيثم صحيح، ومتشكرة جدا على التهاني. ويقال حاليا أن زانيتا يصغر غادة عبد الرازق بنحو 20 سنة، دي معلومة مش مؤكدة بس هو تقريبا فرق السن كده. وهنشوف دلوقتي مين زوجها الأول ومين أزواجها الـ11 اللي فاتوا. زوجة الفنانة غادة عبد الرازق أكتر من مرة، أول زيجتها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل عزاز وهي بعمر 17، وانتهى الزواج بطلاقها ووجود ابنتها الوحيدة روتانا. وهنا ده الزوج الأول عادل عزاز، ودي صور نادرة من فرحها، وهنشوف صورته بعد مرور السنين دلوقتي في آخر الفيديو مع بنته روتانا. دي روتانا وأمها غادة عبد الرازق. الزواج الثاني للفنانة غادة عبد الرازق كان من رجل أعمال من بورسعيد، وانتهى الزواج سريعا لفرق السن الكبير بينهم. ده ما نعرفش اسمه بس ده اللي اشتهر ان هو الزواج التاني. ايضا تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الثالثة من حلمي سرحان، ده الزوج الثالث حلمي سرحان، وتبعها زوجها للمرة الرابعة من المنتج وليد التبعي، ده وليد التبعي الزوج الرابع. دي صور ليها معاه. ينتهي بها الزواج للمرة الخامسة اللي هم المعروفين مؤخرا من الصحفي محمد فودة في فبراير 2012 بعد زواج ابنتها بأسبوعين. اتجوزت بنتها وبعد كده هي اتجوزت الزوج الخامس محمد فودة. دول الـ5 أزواج اللي هم معروفين لدينا، لكن الستة التانيين بقى يا ريت اللي يعرف يقول لنا ويكتب لنا في التعليقات.
ثم أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق من خلال بيان صحفي تلقاها من الإعلامي محمد هودة بعد زواج دامة 8 أشهر في نوفمبر 2012 بكل هدوء ومن دون أي أسباب شخصية. هنا أدي 4 أزواج صورهم معاها. من ناحية أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن معاناتها طوال 3 سنوات من مرض أصاب إحدى عينيها، وأن علاجها يتطلب إجراء عملية جراحية. وأضافت غادة خلال استضافتها لسنين 25 أبريل 2016 في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي: كان المفروض أعمل عملية، لكن أكل العيش بقى، وإن في رقبتي في ناس ربنا حاططها سبب في رزقهم منعني من إجراءها في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن سبب إجراء العملية تشخيص خاطئ من طبيب. هنشوف التفاصيل دلوقتي. الطبيب منحها علاج داومت على تعاطيه لفترة طويلة، وأضافت: كل يوم بروح لدكتور شكل وعيني تعبانة جدا، صعبت عليك يا ريس صح؟ أنا جاية ألم فلوس العملية. وعلق الإبراشي قائلا: هنقلب شؤون اجتماعية كده، وهضطر أستبعد نص الأسئلة عشان فيها نوع من القسوة. وأكدت غادة أنها لا تجد أي ضرر يعود على الممثل إذا أعلن عن تعرضه لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها عندما خضعت لعملية تجميل في الأنف هي من أعلنت ذلك أمام الجميع، لافتة إلى أن الممثل عليه الظهور دائما بصورة جميلة. دي غادة عبد الرازق. واحتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزفاف ابنتها روتانا على نقيب شرطة حامد الشاهي، وأقيم الحفل بفندق الفور سيزون جاردن سيتي، وبدأ في 11 مساء واستمر لما بعد 6 صباحا. وخطفت غادة عبد الرازق أنظار الجميع بسبب انخفاض وزنها بشكل ملحوظ، وقامت باستقبال كل نجوم مصر من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والسياسيين أيضا. أكيد طبعا كله حضر الفرح هنا في خطوبة بنتها روتانا. تبان أختها مش بنتها، دي روتانا مع والدتها. وبمناسبة الكلام عن النجمة غادة عبد الرازق، فإليكم صور أختها، ولن تصدقوا الشبه الكبير بينهما، وكأنهما توأم. إيه رأيكم؟ هي وأختها طبعا باين إن هما توأم. وإليكم أيضا منزل غادة عبد الرازق، قمة في الفخامة والشياكة. ده المطبخ، مطبخ أمريكاني. ده الصالون، هي دوبلكس، أرضيات رخام طبعا، منزل جميل. من ناحية أخرى، أثارت حفيدتها النجمة المصرية غادة عبد الرازق موجة من التعليقات الجميلة والإعجابات بمقطعين من الفيديو نشرتهما غادة عبد الرازق على حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور انستجرام. لفت الانظار لهم غادة عبد الرازق شاركت الجمهور بحركات حفيدتيها خديجة وجويرية، وهما ترتديان ملابس الصلاة وتسجدان لتأدية الصلاة وتمارسان شعائر الدين الإسلامي بطريقة عفوية وطفولية باحتراف. هنا الصور بتاعتهم نشرتها على حساب على انستجرام، وأثاروا الإعجاب بسجودهم في الصلاة. غادة عبد الرازق شاركت جمهورها بفيديوهات حفيدتيها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: جوجو بتحب تاخد وقتها في الصلاة، يا خراشي طب أعمل إيه؟ أكلهم؟ ده أول زوج لغادة عبد الرازق، والد روتانا، قابلته في السعودية ونشرت صورة حديثة بينهم وكتبت عليها دادي. يا ترى يشبهوا بعض؟
كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أنها تزور المملكة العربية السعودية بين حين وآخر، وقالت: أنا عملت عمرة 48 مرة وحجيت مرتين هنا، وهي بتصرح بالتصريح ده في مجموعة إنسان. وقالت أنها عاشت فترة في جدة استمرت 5 سنوات وتمتلك عدد من الأصدقاء في المملكة. من ناحية أخرى صرحت أنها تزوجت حتى الآن 11 مرة ولا ترى مشكلة في هذا الأمر، وأنه ليس لديها مشاكل في الزواج برجل يصغرها سنا، كما أنها اعترفت أنها كانت ستنتحر في فترة سابقة. تصريحات غادة هذه جاءت خلال خلعها ضيفة على برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني، وتم نشر الخبر اليوم الأربعاء 15/5/2019 على موقع نورت. وده موقع نورت: غادة عبد الرازق، أنا عملت عمرة 48 مرة وعشت 5 سنوات في السعودية. وهنشوف مين أزواجها اللي هم معروفين بقى، مش هنشوف ال11 أكيد، يعني في كتير ما نعرفهمش. غادة عبد الرازق ممثلة مصرية مواليد القاهرة عام 1965 ميلادية. درست الفنانة غادة عبد الرازق الحاسوب، وبدأت مشوارها الفني في بعض الإعلانات التي تعرض على التلفاز. أول مسلسل مصري قدم الفنانة غادة عبد الرازق بشهرة واسعة كان مسلسل الحاج متولي مع الفنان نور الشريف عام 2001، حيث كانت تؤدي دور الزوجة الثانية نعمة الله، وترك هذا الدور تأثيرا كبيرا على الجمهور. دي غادة عبد الرازق، هنشوف بقى أزواجها اللي احنا نعرفهم.